الدكتورة الفنانة لأبطال جريمة الجميلات، وحبيت أسوي عنها لوحة. ليلى عطار واحدة من الفنانات الكبار يعني بالعراق والعمالقة، واعتبرها فنانة عالمية. فليلى عطار كانت ممنوع الكلام عنها في زمن صدام الشيء الكبير، وبعدين من اجت الدولة الجديدة منعوا تماما اي حكي عنها، ومن كان اي شخص يحطها في رساله او اطروحه لازم الرساله والاطروحه في كليه الفنون الجميله من قبل اساتذه الفنون الجميله على مدار كل السنين بعد وفاتها، كانت درجه وضع جيد فقط اذا ما سووا تعديل على الرساله وحاولوا يرسبون الطالب بسبب هذا الشيء. عام 2011 سويت بحث عن السيدة ليلى العطار، كان هذا البحث اسمه مقتل ليلى العطار، وبعدين حولته إلى شفرة.